نحن الآن في مبنى البنك المركزي الشرقي مدينة تعز، أحد أهم الثكنات العسكرية التي كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح. في هذه اللحظات يسيطر عليها الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية. هذا هو مبنى البنك الذي يظهر أمامنا الآن. طبعا البنك هذا مبنى البنك. خليك حذر وتعامل مع الهدف يا أسد. مواجهات عنيفة الآن يقوم الجيش الوطني بمحاولة التقدم باتجاه القصر الجمهوري. كما نرى البنك مدمر، كان ثكنة عسكرية. هذه متارس ميليشيا الحوثي وصالح على مبنى البنك. البنك هو كان مبنى جاهزا لفتحه باعتباره البنك أو الفرع الرئيسي للبنك اليمني في مدينة تعز، لكن ميليشيا الحوثي وصالح مع بدء هذه الحرب محاولتها دخول مدينة تعز حولته إلى ثكنة عسكرية. معي هنا القائد يحيى الريمي، قائد القطاع الثاني في اللواء 22، يحدثنا عن معارك السيطرة والخسائر التي تكبدتها ميليشيا الحوثي وصالح او تكبدها الجيش الوطني. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بفضل الله عز وجل، منذ يومين وحتى اليوم الثالث من المواجهات التي بدات مع الميليشيات الانقلابيه، وهي نتيجه رد فعل لما قام به هؤلاء الميليشيات من استهداف المدنيين وقتل الاطفال والنساء في اوساط المدينه في بيوتهم امنين. جاءت هذه ردة الفعل من قبل أبطال المقاومة الشعبية والجيش الوطني باللواء 22 ميكا القطاع الثاني كرد فعل طبيعي، حق طبيعي لأبنائهم وإخوانهم وأبنائهم الذين قتلوا أن يثأروا لهذه الدماء. فكان هذا الفتح، كان هذا النصر الذي بدأناه بهذه البداية، وإن شاء الله النصر إلى العمل المستمر بإذن الله تعالى بحسب الإمكانات المتاحة. طيب أهمية هذا المبنى، كبر المبنى. نحن الآن في مبنى البنك المركزي الجديد المجاور مباشرة لمعسكر التشريفات ولكلية الطب والقصر الجمهوري. هذا المبنى كان من أهم الثكنات العسكرية للميليشيات الإنقلابية. كان فيه مركز متكامل، شبه معسكر لهذه الميليشيات، فيه من قناصة مدفعية، صواريخ، قاعدة صواريخ تم اغتنامها، أشياء كثيرة في هذا المبنى أذاق المواطنين الويل في أنحاء كثيرة من المدينة من خلال هذا المبنى بفضل الله عز وجل، ثم بصمود وبطولات أسطورية للأفراد في هذا القطاع الثاني. سطروا بطولات لا نستطيع أن نصفها إلا بأنها نادرة وكبيرة. طيب الخسائر، هل لديكم ضحايا أنتم أو ضحايا لميليشيا الحوثي وصالح؟ نحن ارتقى منا 3 شهداء في اليوم الأول بالمعارك ومجموعة من الجرحى، نحسبهم عند الله إن شاء الله من الشهداء الأبطال، كانوا هم وقود لهذه المعركة بجانب الأطفال والنساء. فأما بالنسبة لخسائر العدو فهي خسائر كبيرة، الرعب ويحيط بهم من كل مكان، قطعوا طرق الحوبان من مصلحة الطرق، ممنوع دخول المدينة تماما، أغلقوا المحلات، أرعبوا الناس، احتجزوا الأبرياء الذين ليس لهم علاقة بالحرب لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. خسائرهم بالكثير، العشرات القتلى، عشرات القتلى، لكنهم لا يفصحون. نحن نفتخر بشهدائنا، ارتقى منا 3 شهداء، نحن فخورون بهم نعتز بهم لأنهم سبقونا إلى الله، ونحن على درب هؤلاء الشهداء إن شاء الله سائرين. شكرا جزيلا القائد يحيى الريمي. كما رأينا أهمية هؤلاء المقاتلين، أهمية هذا المبنى كونه كما قلنا أهم الثكنات العسكرية المطلة على مواقع ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح. وهذه هي الثكنات في هذه هي الثكنات. يا شباب نستطيع الطلوع الى آمن يا أسد؟ بس شو راح نعاقب؟ استطيع اعلمك بالمباني اللي تسيطر عليها الاستراتيجية. تظهر من هنا ايضا مواجهات عنيفة دارت في هذه المنطقة وهذا للسيطرة على هذا البنك.
هذا أحد طبعا هذا البنك المركزي كما قلنا ملاصق لعديد من المواقع العسكرية لميليشيا الحوثي وصالح. هذا أيضا مبنى أو عمارة الدهبلي التي سيطر عليها الجيش الوطني. هذه البوابة الثانية للبنك المركزي. المعارك الآن تدور في كلية الطب باتجاه المراصق تماما. نحن الآن على بعد أمتار فقط. نحن الآن على بعد أمتار. طبعا نحن الآن على بعد أمتار فقط من القصر الجمهوري، الثكنة الرئيسية لميليشيا الحوثي وقوة الرئيس المشروع صالح. مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم لنهاية جولتنا داخل مبنى البنك المركزي بعد السيطرة عليه من قبل الجيش الوطني. كنت أنا معكم هشام الجرادي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.